أنا طارق عمر، أستاذ طب الأطفال والأمراض العصبية في طب في الأطفال كلية طب جامعة اسكندرية. بيسعدني إن أنا أشارك النهاردة في حكاية صحة مركز اسكندرية لطب الأطفال. الحدث ده حدث كبير جدا، لأنه أولا موجه للأمهات والأولياء الأمور في كيفية التعامل مع مختلف المشكلات الصحية. الغرض منه ان اولياء الامور والامهات يحسوا ان احنا اسره واحده. احنا كمركز ككل العاملين داخل المركز بنتعامل معاهم من منطلق ان احنا اسره واحده، وبالتالي وبنتعامل في حل المشاكل مع بعض، مشكلات الاطفال الصحيه والسلوكيه والنفسيه. فانا سعيد جدا ان انا موجود معاهم النهارده في حكايه صحه.